ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن حاجة جميلة، حاجة بتخص الصيف، ولما بنتكلم عن الصيف بنتكلم عن الحاجات الناتشرال قوي، بنتكلم عن البرونزر، بنتكلم عن الحاجات اللي هي تعتبر يعني صيف صيف، بحر، بول، خروجات، التان، كل الحاجات دي بتخص الصيف. البودر اللي هتكلم عليها النهاردة، واسمحولي ان انا في فيديوهات كده هعملها تحت شعار ميك اب صيفي، يعني حاجة خاصة بالصيف، حاجة انت بتحطيها في الصيف. البودر بتاعت النهاردة حاجة من الحاجات اللي خاصة بالصيف، تنفع طبعا تتحط في الشتاء، مش هتقول لا، بس انا شفتها اكتر لما جبتها واستخدمتها على ناس، لقيتها اكتر هتبقى احلى في الصيف وهتبقى عملية اكتر في الصيف. هي عبارة عن باودر مضغوطة من كاترز، وكاترز معروفة ان هي براند كل الحاجات اللي فيها طبيعية، بتدي لوك طبيعي ايا كان المنتج بتاعها، بس هي في الاخر بتدي اللوك الطبيعي. فعندهم كذا نوع باودر، بس للاسف مش هتلاقوها متوفره في كل الستورز يعني، فحاولوا ان انتوا تجربوا يعني تدوروا، يعني هتلاقوها ان شاء الله، لان هم عندهم كذا نوع، بس انا بالصدفه لقيت النوع ده. يعني هو عباره عن باودر، كومباكت باودر اهو، باودر مضغوط، عباره عن مجموعه من الوان متداخله، بينك مع بيج مع بيش غامق بيش يعني مجموعه من الالوان المتداخله. الالوان دي لما بتتخلط مع بعض بتدي لوك حلو قوي، فينيش حلو قوي. دي المفروض ان هي انت لو بشرتك بيض قوي يعني شقره يعني مش هتبقى حلوه معاكي، يعني هتبقى غامقه عليكي. لو انت لو بيضه بياض عادي لحد قمحويه او بعد القمحويه بدرجه او درجتين هتمشي معاكي، مش هتقول لا. هي انا بقول هي صيفي ليه؟ لان هي بتدي نوع من النضارة. عموما احنا بنسهر في الصيف وبنبقى حرانين، فالبشرة بتكون مرهقة، فبنحتاج ان احنا نديها نوع من الحيوية. فهي الباودر دي علشان عبارة عن مجموعة من الالوان، فبتدي للبشرة حيوية ونضارة. فانت ممكن تحطيها لو انت مثلا خارجة الصبح، فممكن تحطي السان بلوك بتاعك وبعد كده بتحطي الباودر عليها بالفرشة او بالباف، يعني زي ما انت عايزة. ممكن لو انت خارجة بعد الظهر ممكن تحطي الفونديشن بتاعك، ممكن تحطي البي بي او السي سي وبرضو تحطيها عليها، برضو هتديكوا لوك حلو. انا هعمل لكم سواتش منها دلوقتي، بس هي كفر بتاعها على فكرة حلو قوي، اللون بتاعها يعني يعتبر على بيج حلو اهو. انا شايفاها حلوة قوي ومناسبة جدا، يعني جربتها بصراحة، بس انا ما جربتهاش ويت، انا جربتها دراي. هي مش مكتوب عليها كمان ان هي ويت، كومباكت باودر، بس مش جايبين سيرة اي ويت في الموضوع خالص، فخلونا نستخدمها زي ما هي كده دراي بالبراش او بالباف زي ما انتوا عايزين، واستخدموها. حلوة 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 حلوة، يعني بتدي زي ما انتوا شايفين كده مجموعة الالوان دي بتدي بقى لون مختلف خالص على البشرة. وعلى فكرة معرفش هي بتختلف من البشرة البيضاء للبشرة الاغمق شوية، البشرة يعني مش بتاخد لون البشرة، بس مجموعة الباودر دي بتدي اضاءة شوية للبشرة، فبتدي في الاخر لوك كده جميل الحقيقة قوي. انا شخصيا عجبني جدا يعني، وكل اللي يعني جربت عليهم الباودر دي شكروا فيها وخدوا اسمها وبيدوروا عليها، اللي جابها واللي معرفش يجيبها. بس هي غالبا في اي ستاند في كاترس هتلاقوها، هتلاقوها في سمير ويليام موجودة، هتلاقوها في مزايا موجودة. هي كان تمنها 77 جنيه، بس الكلام ده كان في الشتاء، معرفش دلوقتي بكام. يعني هي يعني anyway مش هتعدي 100 جنيه. حلوة، تستاهل تمنها، هتعجبكم قوي 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 في الصيف، عملية جدا 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 جدا، هتديكوا لوك طبيعي وهتديكوا في نفس الوقت كفر. الكفر بتاعها مش عالي قوي، هو يعتبر يعني ميديم، بس حلو بيغطي وبيداري العيوب الى حد ما.
فهاتوها مش هتندموا. ده اول فيديو للميك اب الصيفي، وان شاء الله في فيديوهات جايه ان شاء الله. يعني الفيديو اللي بعد كده برضو هيكون حاجه من كاترس، برضو حاجه منتج صيفي برضو. لو الفيديو عجبكم اعملوا لايك واعملوا شير كتير مع اصحابكم. لو لسه ما اشتركتيش في القناه اعملي سبسكرايب ودوسي على علامه الجرس عشان يوصلك الحاجات الجديده اللي احنا هنقولها. واشوفكم في فيديو تاني على خير. باي باي.